اوكي ماشي يا شباب، السلام عليكم. هنبدأ نكمل النهارده بقى اليوم الثاني في الهيماتولوجي، وان شاء الله نعمل شويه كويسين يعني. اجين برضو ستي سيف everyone، كل واحد خلي بالك وما تنزلش كتير او ما تنزلش خالص اصلا. انا زيكم اهو قاعد في البيت زي ما انت شايف من امبارح، نفس الاوضه نفس كل حاجه، فيعني على قد ما تقدروا خليكم كده يعني اضمن. اوكي هنبدأ بقى نكمل. اوكي هنبدأ نخش في انواع الانيميز. اوكي واول واهم the most واشهر the most common cause of anemia worldwide is iron deficiency anemia. نتكلم بقى عليها النهارده شويه كده مهمين، مش وقت طويل لكن شويه كلام مهم خالص انك تعرفه كدكتور، لان انت هتقابل الكلام ده كتير خالص خالص يعني ايه، حتى ايفن في البيت هتقابله، في البراكتس هتقابله، في كل حته يعني. اوكي عندنا في الاول خالص كده كلمتين في حكايه الايرن ديفيشنسي. يعني كنا اتكلمنا قبل كده على حكايه ان الايرن كونتنت في الجسم حوالي 5 جرام كويس، وكنا قلنا ان دي كميه معتمده ميلي على الريسايكلينج، يعني في الاصل اخراج الحديد صعب. خلي بالك عشان احنا نقف على الكلام ده كده مره ثانيه في الهيباتولوجي، ان الجسم يتخلص من الحديد صعب. اوكي كده تمام، دي حاجه مش سهله، وان الجسم بيتخلص تقريبا في اليوم من 1 ملي جرام. اوكي يعني المحتوى في الجسم حوالي 5 جرام 5000 ملي جرام كويس كده، والجسم بيتخلص في اليوم من 1 ملي جرام وبصعوبه، عن طريق الاكسفوليوشن الجلد اللي بيقع، وعن طريق ميوكس ممبرين ممكن يكون بيحصل له سلافينج يعني. فبالتالي عشان يفضل البالانس متوازن الواحد يدخل 1 ملي جرام، يعني يبقى الانتيك 1 ملي جرام واللي خارج 1 ملي جرام واللي جوه بتستخدمه ومخزنه 5 جرام 5000. اوكي كده تمام. فبالتالي بقى تعالى نقول بقى حاجه مهمه خالص، الاكل بتاعنا محتوى الافريج دايت بتاعنا محتواه من الحديد في اليوم قد ايه؟ حوالي 10 ل 15 ملي جرام، يعني قول حوالي 10 ملي جرام حديد. هتمتص منهم ايه؟ احنا لسه قايلين انك هتمتص منهم تقريبا حوالي 1 ملي جرام، اراوند 1 ملي جرام. اوكي كده تمام. يبقى انت في اليوم بتمتص 1 ملي جرام وبتخرج 1 ملي جرام. خلي بالك بقى امتصاصك بقى من الاكل، يبقى اكلنا كله على بعضه 10 ملي جرام تقريبا. امتصاصك بقى من الاكل يعتمد على نوع الحديد اللي موجود في الاكل ده، لان احنا عندنا نوعين كبار من مصادر الحديد، يا اما هيم ايرن. هيم ايرن ده اللي موجود في اللحوم، وفي نون هيم ايرن اللي موجود اكتر في الخضروات. وان الجسم بيمتص افضل، يعني بيمتص تقريبا 10 ل 20% كمان من الحديد اللي موجود في الاكل ده لو كان من هيم سورس. ركز بقى، يعني الحديد اللي موجود من اللحوم افضل بكتير من الحديد بقى اللي موجود في الخضروات. خلي بالك ازاي، عشان الكلام اللي كان بيتقال لنا زمان احنا اتضحك علينا جدا يعني في حكايه السبانخ دي. خلي بالك ان الحديد اللي موجود في الخضروات الجسم بيمتص منه تقريبا بس 5%. يعني انت لو اكلت كميه خضروات هتروح مديالك فيها 10 ملي جرام حديد، يوم ما تمتص نص يعني، حاجه صغيره خالص. فبالتالي الخضروات مش مصدر كويس للحديد. ليه؟ عشان الكونتنتس الثانيه، نوع الحديد اللي موجود اصلا نون هيم، الهيم بيمتص اسهل، الهيم ايرون اللي موجود في اللحوم بيمتص اسهل. نوع بقى الحديد اللي موجود في الخضروات هو نفسه نون هيم، بلس ان الخضروات دي فيها كونتنتس ثانيه زي الفوسفيت وزي التانينز وزي حاجات ثانيه هتقلل امتصاص الحديد من الانتستين. اوكي كده تمام. فدي اول معلومه، انت معتمد على اللي جوه، معتمد ان في جوه 5 جرام، وخلي بالك عشان الكلام ده احنا هنعتمد عليه جدا 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 النهارده، مش معتمد على اللي داخل من الاكل. انت معتمد انك تاخد في اليوم 1 ملي جرام قصاد 1 ملي جرام بيقع. اوكي كده تمام. ال 1 ملي جرام دول محتوى الاكل اصلا كله على بعضه في اليوم، لو الاكلك كويس 10 ملي جرام هتاخد منه تقريبا 10%. ال 10% دي ممكن تبقى اكتر شويه لو انت واخد الحديد ده من مصدر لحوم، او اقل شويه لو واخد من مصدر خضروات، كون ان الايرون ده نون هيم وكون ان في محتويات ثانيه يعني اوكي بتقلل امتصاص الحديد موجوده مع ايه؟ مع الخضروات، وده هيفرق معايا كتير جدا في العلاج زي ما هتشوف ايه بعد شويه. الحديد بقى بعد ما يمتص هيتشال على بروتين اسمه ترانسفيرين. ترانسفيرين، والترانسفيرين ده هيشيل الحديد ويروح رايح بيه على الخلايا ايذر اللي بتستخدم الحديد او اللي هنخزن فيها الحديد، لان انا عندي ايرن يوزد وايرن ستورد. اوكي كده ايرن يوزد وايرن ستورد. اوكي والايرن الستورد بقى الاستورج فورم الاشهر اسمه فيريتين كويس تمام، او اسمه هيموسيدرين، ده اسم هتسمعه معايا دلوقتي وبعدين هنحتاجه قدام، بس انا عايز دلوقتي ان انت ايزر الايرن ده هنستخدمه بقى في خلايا ليها هاي تيرن اوفر، وهنستخدمه مع الانزيمز، او هنخزنه في شكل فيريتين، هنخزنه في الماكروفاجس، هنخزنه في الليفر، هنخزنه
في البوم مارو اند سو اون. اوكي يبقى بالتالي بقى بالنسبه للي داخل، اللي داخل ده واحد من اتنين، يا هيم من اللحوم وده افضل، يا نون هيم من النباتات وده مش كويس قوي، وفي محتويات تانية في النباتات بتقلل الامتصاص. اللي هنمتصه ده هيتشال على كارير اسمه ترانسفيرين، وخلي بالك ان الحديد على ترانسفيرين واخد تقريبا تلته، هنشوف الحكايه دي بعد شويه. الترانسفيرين بقى ياخد الحديد ده وينقله يا اما للخلايا اللي هتستخدمه، يا اما للخلايا اللي هتخزنه في شكل فيريتين زي الماكروفاجس او هيموسيد او الهيباتوسايتس. في حاجه ثانيه اسمها هيموسيدرين، سيبك من الكلام ده، خلي بالك من حكايه مين الفيريتين. يفضل بقى معلومه او معلومتين صغيرين، يعني المعلومه المهمه جدا 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 ان المعده ليها دور كبير، الاسيديتي بتاعه المعده ليها دور كبير في امتصاص الحديد. يقولوا ان في جزء من الحديد بيمتص اصلا من المعده، لكن في الاساس ان الحديد بيمتص مينلي في البروكسيمال بارت من السمول انتستين، من الديودينوم والأبر بارت أوف جوجن، بس محتاج أسيدك ميديم، فالمعدة مهمة جدا جدا. خلي بالك ده له تو أبليكيشن. الأبليكيشن الأولين زي ما أنت سمعت قبل كده لما كانوا بيقولوا إن فيتامين سي أو إن البرتقان أو إن الليمون بيساعد من امتصاص الحديد، ودي معلومة كويسة، يعني ممكن تدي أيرون وتدي معاه فيتامين سي لو تدي سبلمنتيشن حتى أورال أو يعني whatever. الحاجة الثانية إن الناس اللي عندهم مشكلة في الجاستريك أسيدتي هيبقى عندهم مشكلة في امتصاص الحديد، وخلي دي كمان هنحتاجها في الكورسس ايه بقى بعد شويه. كويس تمام. حاجه اللي بعد كده، لو هتدي لحد حديد اورال، يعني لو هتدي لحد اقراص حديد او هتدي لحد ساشتس او هتدي لحد شرب فيه حديد، اوكي كده تحب تديه على معده فاضيه ولا معده فيها اكل؟ ممكن حد يرد عليا كده فيها اكل؟ شو سير؟ لا فاضيه عشان اريتيشن. ايوه بالظبط. بص بقى المعلومه الاشهر، المعلومه الاشهر ان الناس تدي الحديد على معده فيها اكل لان الحديد بيعمل جاستريك اريتيشن، اوكي كده دي المعلومه الاشهر، الا انها المعلومه الاكثر خطا، ده غلط تماما، اوكي كده. ليه بقى؟ لسببين. لان انت زي ما عرفت من شويه ان محتويات الاكل وبالذات الخضار وبالذات العيش، اوكي كده، ممكن تقلل امتصاص الحديد. الحاجه الثانيه ان انت عايز معده فيها اسيد، اوكي كده، فالافضل ان المعده دي ما يكونش فيها اكل. كويس كده، يعني الافضل لو هتدي حديد عشان بيتر ابسوربشن تدي الحديد على معده ما يكونش فيها اكل. الحاجه الثانيه لو هتدي معاه تدي معاه فيتامين سي. كويس كده تمام. انترودكشن سهل جدا، مفيش يعني في مشاكل. دكتور معلش سؤالي يا دكتور. ايوه. هو المفروض ال HCL هيزيد مع الاكل لما ياكل، مش لما تكون المعده امتي يعني، بس هيبقى نيوترلايزد. ماشي كويس تمام. يبقى اتفقنا ان اشهر انواع الانيميا، محتاج ان انا اعرف بس كام معلومه في الاول كده. الاكل يوم ما يبقى كويس قوي يبقى فيه 10 15 مللي جرام، وعلى حسب بقى هو من لحوم تمتص منه 1 مللي جرام ولا 2، على حسب ان هو من نباتات تمتص منه اقل شويه هتمتصه منين، من الابر بارت اوف ذا سمول انتستين، ومحتاج اسيديتي يتشال على ترانسفيرين ويروح للخلايا اللي هتستخدمه او الخلايا اللي هتخزنه، تخزنه في شكل فيريتين واحيانا هيموسيدرين. 1 ملي جرام داخل، 1 ملي جرام خارج. المعلومه بقى الاخيره ان اراوند 20%، وطبعا في مصر هيبقى ده اكتر من كده شويه، من الفيميلز عندهم نيجاتيف بالانس. اوكي خلي بالك بقى، لان الفقد الشهري مع المينستريشنز ده هو نفسه هيقع هيموجلوبين، هيموجلوبين فيه حديد، وانت امتصاص الحديد 1 ملي جرام اصبحت كده الفيميل دي بتفقد اكتر من ال1 ملي جرام، فبقى نيجاتيف ايرون بالانس. الميلز كتير منهم عندهم بوزيتيف ايرون بالانس، لكن الفيميلز كتير جدا منهم يقولوا يعني انترناشونال في الدنيا كلها 20%، في مصر بنشوف طبعا اكتر من كده بكتير، اكتر من 20% بكتير عندهم نيجاتيف ايرون بالانس. معلومه مهمه جدا الاخيره دي، وهنشوفها ان شاء الله واحنا ماشيين. ده دياجرام كده صغير يعني في الكلام اللي احنا قلناه، في من هنا كده الحديد هو داخل اللي هو من مصدرين، يعني ايزر من مصدر اللحوم او النباتات، وبعدين جوه اهوت هيطلع يتشال، شايف اللي انت شايفه ده كده اهو، ده ترانسفيرين وهيروح يتخزن، ده كده فيريتين وده كده هيموسيدرين. يعني رسمه يعني فيها شويه تفاصيل مش مهماني قوي، لكن يهمني الثلاث معلومات اللي احنا كنا قلناها دلوقتي. طيب ليه بقى حد يحصل فيه ايرون ديفيشنسي؟ زي اي فيتامين ديفيشنسي او مينرال ديفيشنسي هنقعد نتكلم دايما على اربعه اساسيين، اوكي كده، يا اما حد اللي دخل قليل، اللي دخل قليل نقص الانتيك او نقص السبلاي، يا اما دخل بس ما امتصش كويس نقص الابسوربشن، يا اما في زياده في الديماند، يا اما في زياده في اللص. يعني دايما عندنا فور ايتيولوجيز لاي فيتامين او اي مينرال بينقص، مش كده؟ يا اما اللي دخل قليل نقص الانتيك، يا
يا اما مش بيمتص كويس يعني دخل بس مش بيمتصه نقص الابسوربشن، يا اما امتصه بس فقده زياده اللوس، يا اما دول كانوا نورمال الانتيك الابسوربشن ما حصلش لوس بس هو كان عنده انكريز ديماند. يا ترى عندك في الكتاب بقى ايه الايتيولوجي الاشهر واللي لازم تفكر فيه كدكتور واللي لازم يتقال في الاول على طول؟ على فكره هو رقم 3 انكريز لوس. لما تشوف حد ايرون ديفيشنسي انيميا الكتاب هنكتب الديماند وسبلاي وكل اللي انت عايزه كويس كده تمام، لكن في العالم انت كدكتور اجابتك في سؤال الشفوي على طول هو ايه؟ لو شفت حد عنده ايرون ديفيشنسي انيميا فكر على طول انه بيفقد حديد اوكي كده تمام، بيزد على الكلام اللي احنا قلناه من شويه. طيب هيفقد حديد في ايه؟ انا عايز بس انكريز ذا لوس دي وبعدين نقعد نتكلم في الكلام اللي فوق ده كلام سهل خالص. دايما فكر ما بين تو سيستمز اوكي، في واحد تالت على جنب كده بس دايما فكر ما بين تو سيستمز، فكر جي اي جي يو، خلي بالك بقى فكر ان الشخص ده بينزف جي اي من الجهاز الهضمي او جي يو جينيتو يورينري كويس كده تمام. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على حكايه فقد الدم ده الهيمرج او امبارح يعني، وكنا بنقول الهيمرج الاكيوت الاكيوت بوست هيموراجيك انيميا كان بيعمل نورموسيتيك نورموكرونيك مش كده، لكن كان الكرونيك بلاد لوس كان بيعمل ايرون ديفيشنسي، وانت فهمت دلوقتي ليه، لان فقد الحديد هيبقى اكبر من انه يعوض بس الاكل، لان انت 1 ملغ اللي داخل لكن بتفقد دلوقتي اكتر من 1 ملغ في اليوم مع الكرونيك بلاد لوس كويس. هيفقد منين بقى؟ دايما الدكتور يفكر ما بين تو سيستمز، تو سيستمز، يا اما يفقد جينيتو يورينري يا اما يفقد جي اي. في مين دور دايما على هيفي منسز، دايما دور على المينوراجيا يعني، دايما دور على بقى فايبرويد يوتراين فايبرويد، دايما دور على ديسفانكشن يوتراين بليدنج اوكي كده. ميلز بقى قصه كبيره، قصه كبيره خالص خالص خالص. فانت لو لقيت ميل ويز ايرون ديفيشنسي انيميا فقفه كبيره جدا، لانك اقعد تفكر على في لوس. طب لوس منين؟ مفيش منسز واغلب الميلز اصلا عندهم بوزيتيف ايرون بالانس. دور بقى على الجي اي، نقعد بقى نعمل مناظير، نقعد نعمل كبسول انتروسكوبي او الحاجات اللي انت هتشوفها بعد شويه، لان ده ممكن يكون عنده بيبتيك انسر ديزيز، ممكن يكون عنده جي اي تي كانسر، خد بالك ويبقى ده الفيرست برزنتيشن بتاعه او دي يعني البرزنتيشن الوحيد بتاعه، او مثلا في ناس بيبقى عندهم بقى هيمورويدز دوالي كذا فيرسز وبينزف منها اوكي. فدايما ندور على الفقد، ودايما ندور على الفقد ما بين تو سيستمز، وفكر فيها في اثنين، فكر في فيميل عندها منسز عنيفه شويه، وخلي بالك ان ده كلام مهم جدا. ليه بقى؟ لان انت لو ما بطلتش او ما عالجتش سبب اللص اوكي هتفضل تعوض واللص شغال لان دي مش تصلح. وخلي بالك ان من اشهر الاخطاء عندنا في مصر انه ايه، الناس تاخد الحديد ده ايه ده انيميا، وانيميا ايه؟ انيميا نقص حديد، فياخد الحديد اسبوع او اثنين وخلاص، لا دورت على سبب ولا عوضت الفتره الكافيه، فعشان كده بتبقى القصه يعني اون جوينج ومش ظريفه خالص. فدور على فيميل عندها بقى جينيت يورينري بليدنج، او ميل عنده جي اي بليدنج. ولو فيميل ما عندهاش اوبفيوس، ما عندهاش بشكل واضح جينيت يورينري بليدنج، لازم ندور تاني على الجي اي، لازم نرجع بقى ندور على ليه بتنزف، هل يا ترى في ألسر، في كانسر، في سبب تاني من اسباب الجي او تي بليدنج. بس خليك دايما فاكر كرونيك يبقى بلادلوس. في سيستم تالت بقى غير الجهاز الهضمي يعني والجينيت يورينري، بفكر ما بين الاثنين دول، ان يعني يكون عنده هيموليسيس. هيموليسيس النهارده ان شاء الله هنتكلم على الهيموليسيس يعني، بس هنتكلم على فكره بيزك خالص انتوا كلكم عارفينها، ايه الفرق لما الار بي سي تتكسر نورمالي في ريتيكولو انسيلير سيستم او تتكسر انتروفاسكولار؟ حد عنده فكره كده هو في فرق ما بين الاثنين؟ هو تقريبا دي بتتكسر قبل ميعادها، لكن دي بتبقى خلاص اصلا عجزت وكده فبتتكسر في الار اي اس. لا احنا بنتكلم على التكسير عموما، على يعني هو بيتكسر ايزر في سبلين او بيتكسر جوه البلود فيسلز انتروفاسكولار، يعني في فرق كبير ما بين ده وده. هو المكان الابنورمال اصلا الانتروفاسكولار، يعني هو نورمالي يتكسر في سبلين مش كده تمام. خلي بالك ايه الفرق عشان ده فرق كبير جدا ومهم. السبلين فيه الانزيمز ايوه بين الفيلير عشان الهيموجلوبين لو انتروفاسكولار. حلو جدا، ده احمد منتصر ده ولا ايه؟ ايوه اهي، ازيك يا احمد عامل ايه؟ بص هقول لك حاجه، هقول لكم حاجه كويس قوي. دايما احنا بنتكلم على ان الحديد في الجسم معتمد على اعاده التدوير اكتر منه ما معتمد على اللي داخل. السبلين بقى فيه الانزيمز اللي هتكسر الهيموجلوبين ده الهيم وجلوبين، ونكسر الهيم ده الايرن وبروتوبورفيرين، وناخد الايرن ده ونعيد استخدامه كويس كده. التكسير الانتروفاسكولار لو كسرت جوه البلاد فيسل هيحصل ايه؟ ان الهيموجلوبين ده هيبقى فري مش كده، ويروح واقع مع الكدني بره، والعنب عنده هيموجلوبينوريا كده. بقى حصل ايه؟ ان الهيموجلوبين وقع في اليورين تمام بالحديد بتاعه،
فيبقى الانترافاسكولار هيموليسيس معاه ايرون ديفيشنسي. خدت بالك ازاي؟ بسبب الهيموجلوبينوريا. اوكي كده تمام، لان انا ما عنديش الانزيمز جوه السيركيوليشن اللي هتاخد الهيموجلوبين ده وتعمل له بروسيسنج ونطلع منه الحديد. فيبقى الانترافاسكولار هيموليسيس از ستيت اوف ايرون ديفيشنسي. تمام، ويبقى ده السيستم الثالث. يا ريت معلش عندك في الكتاب بعد اذنك هتلاقي تحت كده رقم 3 هيموليسيس اشطب اكسترا فاسكولار، اشطب دي خالص. كويس جاست خلينا انترافاسكولار. انترافاسكولار هيموليسيس ايرون ديفيشنسي. يبقى دلوقتي اللوس بالنسبه لي بقى 3، اللوس بالنسبه لي بقى 3، اللوس من جي اي، اللوس من جي يو، او انترافاسكولار هيموليسيس. اجين لما تشوف ايرون ديفيشنسي انيميا فكر ان في لوس فقط، ودور على لوس. اوكي كده تمام. تعالى بقى نشوف بقى الحاجات الباقيه التافهه. كاتب لك في الاول انا انكريز ديماند، لان دي مشهوره يعني. اوكي كده، زياده الفسيولوجيكال نيدز زي مين؟ زي البريجننسي، زي اللاكتيشن، زي الانفانسي، زي الادوليسنس. كل الفيميلز اللي بريجننت، كل الفيميلز اللاكتيتنج المفروض ياخدوا ايرون سبلمنتيشن. الاطفال في سن معين بنبدا نديهم ايرون، والادوليسنس كمان المفروض تخلي بالك من الانكريز نيدز. يبقى انا عندي اربعه، البريجننت واللاكتيتنج والاطفال والادوليسنت، دول عندهم increased demand والمفروض ياخدوا يعني supplementation iron شوية شوية، يعني زيادة شوية. فادي increased demand. تعال نتكلم بعد نقص السبلوب. نقص اللي داخل نادرا جدا، نادرا جدا، وده طبعا الكلمة الأشهر في مصر، دي حصل لها أنيميا عشان مش بتاكل كويس. This is rarely the only etiology. نادرا جدا أما يكون ده السبب الرئيسي. مين لاحظوهم في الدنيا كلها يبقى عنده فعلا ايرون ديفيشنسي انيميا بسبب ان هو ما دخلش كميه كافيه؟ نوعين، الصغيرين قوي خالص اللي مش بيرضعوا نورمال بريست فيدنج، بيرضعوا كاو ميلك. خلي بالك عشان المفروض ان الفورمولاز اللي موجوده في السوق دي فورتيفايد ويز ايرون. الفورمولاز اللي هي اللبن الاطفال الصناعي ده فورتيفايد وفي ايرون. اوكي كده تمام. لكن في اطفال خصوصا في الكرة اللي مش بيرضعوا طبيعي بيبداوا يدوهم كاوز ميلك، لبن الحيوانات يعني. اوكي، وده بور ان ميلك ان اير. اوكي، فادي واحد. رقم اتنين، كبار السن جدا المهملين، يعني حد كبير في السن 60 70 سنه واكتر يعني، وبعدين ما بقاش حد قاعد معاه بيرعاه ويبقى انوركسك شويه ويبدا ياكل بس اللي هم الاجانب بيسموه تي اند توست، يعني يبدا ياكل كوبايه، يشرب كوبايه شاي معاها بسكوت او حاجه. فيبقى دول الاثنين اللي ممكن نقول عليهم اطفال معتمدين في التغذية على ألبان الحيوانات، أو كبار في السن ومعتمدين في التغذية على شاي وبسكوت وحاجات صغيرة. دول اللي تقول عليهم ده فعلا ما بياكلش كويس وده عنده ايرون. غير كده ما تقولش كده، يعني غير كده ما تقولش يعني ايش حد عنده ايرون ديفيشنسي انيميا اوكي وتقول لا اصله ما اكلش كويس. لا، ارجوك دور على دكتور. ايوه ايوه الفيجيتيريان. الفيجيتيريان الخضار فيه ايرون بس محتاج كميات كبيره. اوكي تاني، احنا كنا بنتكلم من الايرون اللي موجود في اللحوم، الهيم ايرون اللي بيمتص كويس، وموجود في الخضروات اللي مش بيمتص كويس، لكن هو مش منعدم في الخضروات، هو موجود بس محتاج كميات كبيره شويه. بلس ان الفيجيتيريانز اصلا، بس الفيجيتيريان اللي هو متعلم اللي عارف هو بيعمل ايه، يعني بيبقى عارف مين الايتيمز اللي فيها ديفيشنسي بياخد منها سبلمنتيشن، لكن ما حدش قال ان الفيجيتيريان ابدا ستيت اوف ايرون ديفيشنسي. كويس، الناس اللي عندهم ايرون ديفيشنسي بسبب نقص الانتيك هم الاثنين دول، الاطفال اللي بيشربوا لبن او البان الحيوانات وكبار السن المهملين شويه. اوكي تمام، تمام، ادي نقص الانتيك. الحاجه الثانيه نقص الامتصاص بقى، ونقص الامتصاص ده تفكر فيه على ثلاثه. واحد، ان الاكل مليان محتويات بتقلل امتصاص الحديد، مليان فوسفيت، فايتيت، تانيت، اوكزاليت، او نقص في الزنك. طب الفايتيت والفوسفيت والتانيت والحاجات دي كلها موجوده فين؟ الاوكزاليت دي موجوده اكتر من ناحيه الخضروات والحبوب اوكي والشاي. دي لو الاكل مليان قوي في الحاجات دي ممكن يقلل امتصاص الحديد شويه، بس برضو نادرا ما يكون كده، يعني نادرا عشان خاطر حد بيشرب مش عارف شاي بعد الاكل والكلام ده يقلل امتصاص الحديد، لا مش مشهور قوي الكلام ده. لكن اللي جاي مهم بقى، ايه اللي جاي؟ المعده فيها مشكله والاسيديتي قلت زي بوست جاستريكتوم. يا ريت تعلم على السطر بتاع المعده ده لان الناس بتنساه شويه. الناس اللي شال المعده بوست جاستريكتومي فالاتش سي ال قل، ده يقلل امتصاص الحديد فعلا. او الناس اللي عندهم اتروفيك جاسترايتس والمعده ما بقتش تطلع اتش سي ال، ده يقلل امتصاص الحديد فعلا. اوكي ده مهم جدا. شكرا للي علم ميرسي. اوكي، او الناس اللي عندهم فعلا مال ابسوربشن، عندهم مشكله في الامتصاص بشكل عام، سبيشالي لو كانت المشكله في البروكسيمال بارت اوف ذا سمول انتستين، يعني حد عنده انفلاماتوري باول ديزيز مثلا كرونز ديزيز واخد الديودرم،
حد عنده سيلياك ديزيز، هنشوف الكلام ده ان شاء الله في الجي اي تي 21 مع بعض، او انكلوستوم يعني عنده كوز اوف مال ابسوربشن مينلي افكتنج يعني الجزء البروكسيمال بتاع مين، بتاع السمول انتست. كويس، يبقى نرجع بقى تاني. لو انت بتتكلم على سبب من اسباب ديفيشنسي لاي ايتم، دايما بتفكر في اربعه، بتفكر في نقص انتيك، نقص ابسوربشن، زياده لوس، زياده ديماند. لو بتتكلم على ايرن ديفيشنسي انيميا عموم كلهم كده، واللي فوق خالص هو عباره عن ايه؟ هو زياده اللوس. لازم تفكر على زياده لوس الجهاز الهضمي او جينيتوري. ودايما خلي بالك ميل وذ ايرن ديفيشنسي انيميا اقف جامد، اوكي كده كده في مشكله، او يعني هيبقى في مشكله او هيموليسيس. تعال بقى نشوف بقى زياده ديماند، زي واحده هيعمل بترضع حاله طفل صغير الكلام ده. نقص انتيك نادر قوي، نادر قوي الا اذا كان حد طفل صغير معتمد على البنه حيوانات او حد كبير ومهمل في التغذيه. نقص الامتصاص بقى او الاخير، يعني ابدا بقى افكر في شويه حاجات، يا اما الاكل مليان فوسفيت وفايتيت وتانيت اند سو اون، مش مشهوره قوي دي، او ان المعده ابدا ينزل بقى تحت شويه اتشالت او ديستراكتد اوتو اميون، او ان البروكسيمال بارت اوف ذا سمول انتستين افكتد بانفلاماتوري باول ديزيز ببارازايت بسيليك ديزيز اند سو اون. اوكي كده تمام يا دكتور؟ ايوه يا معلش، في اول صفحه بيقول ان The majority of non-heme iron is bound to transferrin. هو ليه non-heme بس بيتكلم عنه؟ لا 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 لا، بص كل اللي داخل، اللي داخل heme او non-heme بيتحول جوه بقى non-heme. ماشي تمام. يعني اللي هيتاخد سواء فرك او فرس هيبقى جوه يتحول non-heme form. كويس تمام. اوكي تاني بقى حاطط لك انا بوكس كده مهم جدا جدا، خلي بالك منه. The most important cause of iron deficiency anemia in adults is chronic blood loss. خلي بالك من الحكايه دي، especially من الجهاز الهضمي، especially من الجهاز الهضمي. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا عندنا في مصر وفي الدنيا كلها، استخدام الاسبرين، الاسبرين واستخدام المسكنات. اوكي تمام. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا جدا، ان احيانا ده يعمل بلاد لوس ونخش بالمنظار ما تلاقيش اثر، يعني ما تلاقيش ستراكشرال بلاد ليجن، ستراكشرال ليجن في المعده. اوكي فدايما الله يخليك خلي بالك من الحكايه دي، يعني خلي بالك من حد بياخد الاسبرين. طبعا هنا في مصر بيستهلك بعنف، ايفن دلوقتي في موضه طالعه للناس بتقول لك انا باخد قرص اسبرين عشان خاطر كل الناس فوق ال 40 تاخد مش عارف ايه الكلام اللي هو الفاضي اللي انتوا كلكم سمعتوه دوت. يعني الاسبرين، هو الاسبرين والمسكنات. طب ثانيه واحده يا شباب كده، ثانيه واحده بعد اذنكم هستاذنكم دقيقه واحده. اوكي تمام. باك مره ثانيه، خلي بالك من استخدام الاسبرين واستخدام المسكنات. اوكي كده تمام. وخلي بالك ان ممكن تعمل منظار وما تلاقيش ستراكشرال ليجن. اوكي كده تمام. تاني هو دكتور لو سمحت، ايوه هو الاسبرين ليه علاقته بالبيبتيك ألسر ولا ليه الاسبرين ليه حاجه لوحده؟ ده الايروجنز، الايروجنز الجاستريك ايروجنز. كويس طيب. غير انه بيزود البليدنج تندنسي تمام، فيبقى ايروجنز صغيره وتقعد تنزف بقى. اوكي تمام. فخلي بالك دايما 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 المعلومه الاهم، ايرن ديفيشنسي انيميا دور على مصدر للوس سواء من الجهاز الهضمي او جينيتو يورينري. اوكي تمام ماشي الحال. تعال نشوف. طيب كلينيكالي خلاص الموضوع بقى بيخلص اهو، ظريف يعني مفيش مشكله. كلينيكالي هنمشي على ثلاثه. واحد، في جنرال فيشرز اوف انيميا اللي كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت لو تفتكر، الجنرال فاتيجابيليتي واللاسيتيود والبالبيتيشن والتاكيكارديا اللي انت عارفها، حكايه الديسنيا الاكسيرشنال، الكلام اللي كنا التركيز، الهيديك، الديزنس، التيرنج اوف فيجن. تمام، ده الجنرال فيشرز اوف انيميا. تفحص البص تلاقي كذا، وتفحص السكن تلاقي بالور، ونفس الكلام بتاع المره اللي فاتت. زائد بقى تعال ندور، انت قابلت العيان ده وقلنا ده بالور، ده هايبر دايناميك سيركوليشن، ده مش عارف هيميك ميرمر، فده انيميا. كويس كده. طب يا ترى ايه سبب الانيميا كلينيكالي؟ لسه ما عملناش انفستيجيشنز، يعني ايه سبب الانيميا يبقى كلينيكالي؟ اوكي كده تمام. ايه الفيتشرز اللي هتلاقيها عند العيان اللي هتقول ان غالبا ده ايرون ديفيشنسي انيميا؟ كويس كده تمام. هتقعد تدور على فيتشر اوف ان الخلايا اللي ليها هاي تيرن اوفر اتاثرت، الخلايا اللي ليها هاي تيرن اوفر بدات تتاثر. اتفقنا من شويه ان الحديد مهم جدا لشغل كتير من الانزيمز، وان الخلايا المعتمده على انزيمز كتيره هتتاثر الاول وهتتاثر اكتر، الخلايا اللي ليها هاي تيرن اوفر. زي مين بقى؟ تعال نشوف خالص من الاول خالص كده، الجهاز الهضمي، التانك هوريك صور جايه بعد شويه، السيرفيس بتاع التانك يحصل فيه اتروفي اوف تانك بابيلي، فالعيان يبقى عنده ريد جليز تانك. هقول لك يعني صوره جايه، شايف الشكل اللي عندك فوق خلاص كده على اليمين ده اهو. كويس، التانج فقد السيرفيس كود بتاعه، فشفت من تحته الماسكلوزا
اوكي ده اسمه ريد جليزد تونج. كويس نفس الكلام بقى هيبدا على مستوى الاسوفجس والمعده فيبقى العيان عنده ديسبيبسيا. اوكي خلي بالك من الحكايه دي لان هيبقى كده عندك مشكله العيان ديسبيبتك. طب هل يا ترى الديسبيبسيا ديت فيتشر اوف ايرن ديفيشنسي مش كده ولا مين اللي بيحلمها لوس بلاستر دي ولا يكون ده ايه بقى يعني ايه الاحتمال الثاني بيبتك ألسر مثلا بيبتك ألسر ديسيز او جاستريك كارسينوما مش كده تمام لان دايما فكر في لوس من الجهاز الهضمي دايما فكر في مشكله في الجهاز الهضمي اوكي فخلي بالك بقى ان الجهاز الهضمي هنا هيبقى فيه اعراض من حاجه من اتنين يا اما اعراض بسبب الايرون ديفيشنسي نفسه يا اما اعراض بسبب كوز اوف ايرون ديفيشنسي اوكي تمام لكن تعالى نتكلم على الايرون ديفيشنسي واحد التانج ريد جليز تانج دي ساين طبعا العيان هيشتكي من ديسبيبسيا وكان في يعني واحده من البرزنتيشن زمان شويه ما بقناش نشوفها قوي دلوقتي هي البايكا موجوده على فكره باي ذا واي بس ما بقناش نشوفها بالانسيدنس كتير يعني ايه البايكا دي اللي اسمها بيرفيرتد ابيتايت وكانوا بيلاحظوا ان الاطفال اللي عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا ايفن كمان الكبار بيبقى عندهم ديزاير ان هو ياكل حاجات مش فود نون فود كونتنت اوكي كده زي ايه زي ما كانوا بيلاحظوا ان الاطفال زمان يروح ياكل طوب ويروح ياكل مش عارف جير ويحط خشبه في بقه ويبقى عنده طبعا ده الديزاير يعني الكبار بقى كبار بيبقى عندهم الديزاير مش بيعمل كده فعلا ده بيرفيرتد ابيتايت يعني وده اللي هو البايكا والحقيقه ان ده تلاحظ اكتر مع البارازيتيك ديزيزز واخد بالك ازاي لكن اوفر اول ستيل كلاسيكالي موصوفه في الميديسن ان البايكا ممكن تحصل مع الايرن ديفيشنس انيميا وما لهاش تفسير كبير غير مع حكايه البارازايتس دي ان هو يعني ايه كل ما الشخص يبقى ان كونتاكت مع السويل مع الارض اللي هي ملوثه دي وبتاع فيتعدي اكتر واخد بالك ان ده البرازات بتغير جواه فيروح عامل الحكايه دي على اي حال سيب بايكا دي على جنب الكلاسيك ميديسكن وتعالى نتكلم على الايرن ديفيشنسي التانج ريد جليز تانج كده وعيان عنده ديسبيبسيا افحص كمان بقى اتنين مهمين خالص افحص النيل والهير اوكي بص بقى معلومه مهمه جدا اشهر اسباب loss of hair في الفيميلز iron deficiency يعني كويس كده تمام هتقابل ده كتير خالص هتقابل فيميلز عندهم hair loss ولفوا على دكاترة الجلدية كتير جدا وعمالين ياخدوا الكبسولات وياخدوا اللوشنز وياخدوا الحاجات دي كلها بتقولك مفيش نتيجة مش تتحسن خالص غير لما تدور على iron deficiency وغير كمان لما تريبلينش الايرن ستورز مرة ايه وخلي بالك انت محتاج كمان 3-4 شهور واكتر كمان عشان خاطر تبدا الشعر يرجع ايه بقى مره ثانيه لوسوفير فخلك من فيميل خلي بالك من فيميل تعبانه وهمدانه وضربات قلب سريعه ونهجان ومشكله في التركيز وشعرها بيقع ايرون ديفيشنسي يعني اوكي كده حاجه ثانيه بقى الضوافر بص على الضوافر انت كنت بصيت على الضوافر المره اللي فاتت عشان خاطر ايه بالور على النيل بيد لو تفتكر اوكي كده ممكن نلاقي بقى هنا مشاكل ثانيه او ساينز ثانيه بتقول ان ده ايرون ديفيشنسي يعني مش جاست انيميا لا ايرون ديفيشنسي يعني زي ان الضوافر تبقى بريتل تتقصف بسهوله يعني كويس كده او تبقى فلاتند تبقى فلات خلي بالك من البريتل دي فيها صار هقول لك عليها بعد شويه او تبقى سبوند ويز لوس اوف لاستر ايه لوس اوف لاستر دي تفقد اللمعان بتاعها لكن تعال نتكلم على العلامات الاهميه يعني واحد تبقى بريتل وبعدين تبقى فلات ما تبقاش كيرفت اب تو هي تبقى سبوند تبقى يعني عامله زي الايه المعلقه كده تعال نشوف الشكل ده واحد الشكل اللي فوق خالص ده بص كده هنا اهو دي كده الضوافر فقدت اللمعان وبقت بريتل وبقى فيها اللونجيتودينال ريدج دي شايف الخطوط اللي بالطول هي دي كده من اشهر بقى اسباب الاشكال دي ايرون ديفيشنسي يعني الحاجه اللي تحت لو جيت بصيت كده اشوف بقى الضفر ده بقى عامل ازاي اللي هو هنا كده اهو كده ده فلاتند او ايفن سبوند اوكي بقى عامل زي الايه المعلقه كده او بقى فيه يعني حفره لتحت دي كده ايرون ديفيشنسي خلي بالك انت هتفحص النيل بيد عشان البالور لكن هتفحص النيل نفسه للتغيرات بتاعت مين بقى بتاع الايرون ديفيشنسي خلي بالك من اللسان والديسبيبسيا وخلي بالك من الشعر والضوافر و10% من الحالات لقوا فيها شويه سبينوميجالي مايلد سبينوميجالي ما كانش فيه تفسير كبير قوي للحكايه دي الا ان الناس اتفقت على ان ده الاشهر انه يكون هايبربليزيا اوف ريتيكولو اندوثيليال سيستم كاستجابه للايرون ديفيشنسي لكن مش علامه مشهوره الا انك تبقى عارف ان بعض حالات الايرون ديفيشنسي انيميا 10% اقل الحقيقه كمان من 10% هيبقى عندهم سبلين كبير شويه اوكي كده انا قلت كده العيان ده في الاغلب ايرون ديفيشنسي انيميا يبقى انت واحد عندك جنرال فيتشرز اوف انيميا اتنين عندك فيتشرز دكتور الحاجات دي ريفرسبل مع تريتمنت ولا لا اه
ريفرسبل بس ديوريشن بقى ديوريشن الاسراء يعني محتاج 3 ل 4 شهور واحيانا اكتر شويه كويس حكايه حكايه الجي اي تي وحكايه الشعر والضوافر كل ده ريفرسبل مع تريتمنت خاص اوكي يبقى كده واحد انا قلت ان دي انيميا اثنين دورت على الشعر والضوافر والجهاز الهضمي واحتمال سبلين كبير شويه قلت ده شكله اير ديفيشنسي ثلاثه تعال دور بقى على كوز احتمال يكون في كوز احنا اتفقنا ان اشهر الكوزس اللي هتدور عليها طول الوقت هي ايه بقى هي اللوس مش كده هي لوس من جي اي او لوس من جينيتورينيال تراكت يعني جرت العاده في الكتب المصريه او يعني على سنه ثابته ان هو يشرح لك مثالين بيجي غالبا منهم الكيزس او بيجي منهم الام سي كيو ايه المثالين بقى اللي هيشرحهم في الحكايه دي هيشرح مثال الانكلوست ميدودينال الدوده يعني ومثال اسمه بلامر فينسون سيندروم ايه حكايه الانكلوست ميدودينال او الانكلوست انفستيشن دي احنا عارفين يعني الانكلوست ميدينيماتود دوده يعني بتيجي عن طريق بنتريشن اوف ذا سكن يعني حد يمشي حافي او حد يمسك التراب بايديه او كذا فتيجي لارفا تروح خارم الجلد وبعدين من الجلد هتروح رايحه لللانج اوكي ومن اللانج هتاسند ريسبيرتوري تري وتبقى سوالد وتنزل فين في الجهاز الهضمي فثلاث مراحل يعني الاول من الجلد اثنين لللانج ثلاثه من اللانج للجهاز الهضمي جوه الجهاز الهضمي فين بقى في السمول انتستين ركز بقى معايا بعد السمول انتستين كده اهي ولا الانكلوستوما دي اللي هي طولها سنتي ماسكه كده في الميكوزا بتاع السمول انتستين خلي بالك اسمها دويدينال لكن هي الاشهر انها تبقى موجوده في الجيوجنم يعني لكن سمول انتستين خالص تروح ماسكه طولها سنتي وبقها كده فيه بقى اسنان وقواطع وبتاع تقعد تعمل بلاد لوس خلي بالك بقى يبقى دلوقتي لوس اهو لوس مش ألسر بقى ولوس مش كانسر ولوس مش فاريسز ده لوس بسبب ايه لوس بسبب البارازايت اللي اسمه انكلوستوما كويس كده تمام طيب كلينيكالي بقى انا اعرف ازاي ان غالبا الكيز اللي هو شرحها دي عايز يقول فيها انكلوستوما دويدينال تعالى بقى نشوف واحد كونها ماسكه اصلا اهي وعماله تعور في البول بتاع السمول انتستين العانب عنده ايبيجاستريك بين اهو كده وكونستيبيشن اور دايريا يعني ان في عنده جي اي تي مانيفيستيشنز اوكي ايبيجاستريك بين كونستيبيشن اور دايريا بسبب ان هي ماسكه في البول وعماله تعمل فيه ايه بقى اريتيشن كويس كده تمام الحاجه اللي بعد كده اللي كنت قلت لك عليها البايكا البيرفيرتد ابيتايت اللي هو يبقى عنده الهابت ان هو ياكل حاجات مش فود اصلا يقول ان ده اكتر موجود مع الناس اللي عندهم الانكلوستوما ديجنال كويس كده تعالى بقى اقول لك حاجه مهمه جدا خلي بالك ان هي بتبوظ الوول دامج الوول اهو كده بتاع السمول انتستين فبقى بس مش كمان ايرن ديفيشنسي ده كمان بقى فيه مال ابسوربشن لمحتويات تانية كتير اوكي من اشهر بقى الحاجات دي اتنين الالبومين ويبقى العيان عنده هايبو بروتينيميا فلا العيان اللي عنده انكلوستوما ده كمان مورم من المانيفيستيشنز اوف هايبو البومينيميا هنا في مصر اللي خدوها باروتيد انلارجمنت اللي اسمها انديميك باروتايتس خلي بالك هتقراها هنا في المنهج المره دي وهتقراها كمان في العين اللي عنده ليفر سيل فيلير وبقى عنده هايبو البومينيميا كويس تمام الحاجه اللي بعد كده النياسين ويبقى العيان عنده بيلاجرا اوكي فدلوقتي هتفكر انت بقى في الانكلوستوما ازاي هتفكر انت في الانكلوستوما كالاتي واحد مشكله في الجي اي تي بتؤدي الى كرونيك بلاد لوس فبقى العيان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا كده اثنين بتبوظ في الهون بتاع السمول انتستين فيبقى في كمان عناصر اخرى هتقل مش بس الاير ارجوك يا ريت خلي بالك من حكايه ان الانكلوستوما مش بس انيميا ايرن ديفيشنسي انيميا بس نقص عناصر تانية اشهرهم هنا في مصر نتكلم على حاجتين على نقص الالبومين ونقص النياسين اوكي فالعيان يبقى عنده بيلاجرا اند مورم ويز باروتيد انلارجمنت خلي بالك بقى من الشكل ده عشان ده على طول هيبقى انكلوستوما تتاكد ازاي في صوره الدم هيبقى فيه ايزينوفيليا وتروح اعمل له ستول اناليسيز تلاقي انكلوستوما اوفر يا ريت تيجي كده على جنب هنا وتروح حاطط كده نجمه وتروح حاطط علامه او وات ايفر وتكتب جنبها كلينيكال باثولوجي هنا على طول تسال فيها كلينيكال باثولوجي يجي لك ريبورت كلينيكال باثولوجي كويس في ايه بقى تعال نشوف كده اكتب جنب دي كده كلينيكال باثولوجي مهم جدا ليه لانه هيروح مديك ريبورت بتاع سي بي سي زي اللي انت شفت كده اول الحصه اللي فاتت خالص ويروح مديك ان الهيموجلوبين قليل والكاونت قليل والهيماتوكريت قليل فدي انيميا ويقول لك هتبص على ايه بعد كده فتروح بصص على مين حد فاكر كنا بنبص على مين بعد الهيموجلوبين ام سي في هتبص على المين كورباسكولار فوليوم فلقيت المين كورباسكولار فوليوم بتاع العيان 70 مش كده ومين كورباسكولار هيموجلوبين قلل ومين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن قلل فيبقى العيان عنده مايكروسيتيك مايكروسيتيك انيميا
هايبوكروميك ايه انيميا. هايبوكروميك هايبوكروميك انيميا كويس كده تمام. وار دي دبليو فوق 16 لو تفتكر انايزوسايتوزس. انايزوسايتوز فقلت لا ده الشكل ده شكل ار ديفيشنسي انيميا مش كده تمام. يقول لك بقى يا اما يسالك يا اما انت تاخد بالك تحب تبص على حاجه تانية في السي بي سي. احب ابص على الايزينوفيلز واخد بالك او انت تنزل تبص على الايزينوفيليا. لانك لو لقيت ايزينوفيل كاونت عالي شويه هيقول لك تحب تعمل انفستيجيشن ايه تاني ايه اللي جاي ستول اناليسس على ستول عشان تدور على الانكلوستمو كويس تمام. فخلي بالك بس من النقطتين هنا كده بسرعه ان هي مش بس ايرون ديفيشنسي انيميا دي كمان نقص البومين ونقص فيتامينز تانية زي النياسين. الحاجة اللي بعد كده خلي بالك وانت بتبص في السي بي سي ياريت اكتب لنفسك ان شاء الله بالعربي كده جنبه لما تيجي تبص على صورة الدم الكاملة وتلاقي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ياريت 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 بص بص بسرعة على الايزينوفيلز بص بص بسرعة على الايزينوفيلز كويس كده. وطبعا في العلاج لما بيجي نعالج ديت بنعالج الانكلوستوم وبنعالج الايرون ديفيشنسي انيميا وبنعالج كمان الايتمز او العناصر اللي ناقصة التانية كويس تمام. تعال نشوف بقى مثال تاني للكوزس بلامر فينسون سندروم او في اسم تاني باترسون براون كيلي. بلامر فينسون او باترسون براون كيلي وخلي بالك عشان ده مهم جدا. العيان ده عنده ايه المميز في العيانه دي او ايه ان احنا لقينا فيهم في الاسوفاجس رسمنا رسمه كده صغيره ان في الاسوفاجس بتاعهم ان احنا بنلاقي بوست كريكويد ويب كده في الابر بارت اوف ذا اسوفاجس اوكي في ناروينج اوف ذا اوكي بوست كريكويد ريجن بوست كريكويد ويب ويقولوا ان ده ايزر سبازم يا اما الحته دي بيحصل فيها سبازم لسبب ما نعرفوش او ده ديسكوميتد ابيثيليال سيلز. فاكر لما كنا بنقول التانج السيرفس كود بتاعه بيقع تمام ففي شويه ابيثيليال سيلز من المبطنه للجهاز الهضمي بتقع وتروح متجمعه في الحته البوست كريكويد دي وتروح عامله ويب. الخلاصه العيان ده هيبقى عنده ايه ديسفيجيا. ركز جدا بقى ان هو يدي لك فيميل فيميل عندها ايرون ديفيشنسي انيميا ويز ديسفيجيا كده تمام. في فيتشرز ثانيه ممكن يديها لك يوري لك قوي حكايه البق ان العيان دي عندها انجولار ستوماتايتس الحته دي فيها ستوماتايتس والريد جليزد تانج والسبلين يعني يقول سبلين ميجلي اكتر مع الحكايه دي. انا ما يهمنيش بقى كل ده انا يهمني كالاتي عيانه البلامر فينسون سندروم يوم ما يديك عيانه عندها ايرون ديفيشنسي انيميا وما ادالكش ان فيها ديسفانكشنال يوتراين بليدنج او بليدنج من جينتورينري تراكت وراح حاطط لك كلمه ديسفيجيا اصحى جدا لان دي بلامر فينسون سندروم خدت بالك ازاي تمام. طب وايه اهميتها في الميديسن يعني ايه اهميه ليه ده بقى سندروم لوحده وكذا. خلي بالك كويس جدا ان العيانين دول عندهم هاي ريسك ان يتحولوا الى بوست كريكويد اسوفاجيال كانسر. خلي بالك بقى لحد دلوقتي هل تقدر تقول لي علاقه ما بين كانسر اند اير ديفيشنسي انيميا؟ علاقتين حد يتخيل كولون الكولون اي كانسر اي كانسر في الجي اي وبينزف يعني كانسر ستومك كانسر كولون او اي مشكله في الجي اي تي وبتنزف. العلاقه الثانيه بقى ايوه ان هو يكون بلامر فينسون ومع الوقت يقلب بوست كريكويد بوست كريكويد. فخلي بالك من ديسفيجيا مع ايرن ديفيشنسي. يا ريت الله يخليك وانت ماشي كده ابدا اعلم على الكلام الصغير ده لان هو هيديك كده هيديك في ميل وكذا 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 وبتاع وبص كده ورجليها مورمه وفي اللاجرا اللي هو اللي احنا هنشوفها وفحصت مش عارف ايه باروتيد وايزينوفيليا اعرف ان هو رايح ماشي ناحيه كذا او الكلمه الكبيره قوي 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 ديسفيجيا. ديسفيجيا حد عنده ايرون ديفيشنسي انيميا ويز ديسفيجيا اوكي كده تمام. فعرفنا ان في جنرال فيتشرز اوف انيميا وعرفنا ان في فيتشرز تقول ان ده ايرون ديفيشنسي وحاولنا ندور شويه على الكوز التو كلاسيك اكزامبلز الانكلوستوما والبلامر فينسون سندروم. خلي بالك من ديسفيجيا للمره الاخيره الحاجات اللي احنا كنا بصينا عليها الضوافر مش كده مهمه جدا وحكايه الريد ليز تانك طبعا مهم بقى الباروتيد وتدور على النيوروباسي والاديمه وكذا كويس تمام. خد نفسك بقى كده وتعالى اقول لك الانفستيجيشنز وبعدين هريحك هتاخد بريك 5 دقايق. انا شفت بقى شخص دلوقتي وشكينا ان ده ايرون ديفيشنسي انيميا اوكي كده تمام. تعالى نشوف تحب تعمل له انفستيجيشنز ايه كالمعتاد زي ما شفنا المره اللي فاتت في الاول خالص هنعمل انا بس عايز اشيل دي كده على جنب مش مشكله اوكي. هتعمل ايه هتعمل السي بي سي. السي بي سي هيطلع فيه ايه واحد نقص ريد بلس الماس يعني نقص هيموجلوبين نقص هيماتوكريت مش كده نقص كاونت ادي كده انيميا مع مايكروسيتيك هايبوكروميك الام سي في قليل والام سي اتش قليل مع مين اللي زاد ار دي دبليو مش كده
ار دي دبليو ده زاد كعلامه. خلي بالك احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت المفروض هيتكرر معانا بقى كتير بتاع ار دي دبليو ده اللي كان اسمه ايه بقى ده لو تفتكر انايزو سايتوزس كده. كنا خدنا المره اللي فاتت بقى البلاد فيلم لو تفتكر خدنا البلاد فيلم وشفنا البلاد فيلم يبقى فيه مش عارف تارجت سيل وتير دروب وكذا 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 في شكل يا ريت تاخد منه كده علامه وتكتب جنبه برده للام سي كيو اهو جديد بقى برده النهارده اسمه بنسل فور ده ممكن نشوفه مع الايرن ديفيشنسي ان ار بي سيز هوريه لك دلوقتي تبقى مبططه كده وشكل البنسل بص كده تمام لما ياخد بلاد فيلم شايف الشكل ده بص هنا كده شايف دي خلي بالك ان الخليه بيل الحته اللي في النص شوف الار بي سيز اللي فوق دي كده بص على الار بي سيز دي كده السنترال بالور ده كبير عشان دي هايبوكرونيك لكن بص على الشكل ده كده اللي هو ده كده اهو الار بي سيز اللي بقت مطوله كده ده اسمه بنسل فورم اوكي ده ممكن نشوفه في حالات الايرن ديفيشنسي انيميا فبنسل فورم معلم عليه اوفر اول عيان عنده مايكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا ويز انايزوسايتوزس اللي هو ده شكله ايرن ديفيشنسي انيميا اللي جاي تعمل ايه بقى على طول تعمل حاجه اسمها ايرن انديسس ركز بقى معايا كده انا عندي ايرن فري ده اسمه ايرن وعندي متخزن اسمه فيريتين مش كده وعندي ترانسفيرين شايل اوكي يعني انا عندي ايرن اهو كده لوحده ده ايرن وعندي ترانسفيرين اهو كده في ثلاث اماكن عشان يشيل الحديد ده هنشيل الحديد ده عشان نوديه للخلايا اهي كده اللي هتستخدمه او تخزنه جواها في شكل فيريتين كويس اهي فيريتين يبقى انا عندي حديد وعندي ترانسفيرين شايل الحديد ده عشان نوديه للخلايا نستخدمه او نخزنه في شكل فيريتين انت هتقيس مين بقى هتقيس الاتي تقيس للحديد نفسه الايرن اهو سيركيوليتنج تقيس للفيريتين اهو مخزون الحديد كويس كده زائد بقى حاجه اسمها توتال ايرن بايندينج كاباسيتي في بعض الكتب هتكتب لك حاجه اسمها ترانسفيرين ساتوريشن اوكي كده تمام تعال نتكلم بس على حكايه الترانسفيرين اللي في النص لان ده وده يعني الكلام فيهم هنتكلم عليه بسرعه الترانسفيرين البروتين ده اللي شايل الحديد الايرن في ثلاث اماكن يعني فكر فيه كده ان هو في ثلاث اماكن وجاست التلت هو اللي اوكيبايد اوكي كده فلو احنا نتكلم على الترانسفيرين ساتوريشن مستوى تشبع الترانسفيرين في الحديد في النورمال يطلع التلت 33% كويس كده الافضل او الاشهر في الطب ان احنا نعبر باللي فاضي باللي اسمه ايه بقى بايندينج كاباسيتي يعني هتفكر في حاجه كده تعالى انا احاول بس اغير كده اللون دوت اوكي ثانيه واحده اوكي ماشي الحال ده كده الاوكيبايد التالت وده كده اللي فاضي واللي فاضي ده يعبر عن القدره على الاستخدام واخد بالك ازاي فايزر انك تعبر باللي مشغول نسمي ده ترانسفيرنس ساتوريشن او نعبر باللي فاضي بالبايندنج كاباسيتي قدرتها على انها تشيل تاني ده اسمه بايندنج كاباسيتي ده بيعبر عن الجزء اللي ايه على الجزء اللي فاضي كويس كده تمام تعال نرجع بقى فتقيس الحديد هو نفسه وعايزك تعرف الرقم يا ريت الارقام بقى مهمه من 50 ل 150 مايك بر ديسيليتر انت حافظ من 50 ل 150 دلوقتي المستوى الحديد النورمال في الدم من 50 ل 150 الفيريتين ارجع بقى لورا كده اقل من ايه الفيريتين المفروض نورمال يعني يبقى من 40 من 40 وانت طالع لحد 200 كمان فالناس دول يبقى الفيريتين بتاعهم اللي عندهم ايرون ديفيشنسي الحديد هيبقى اقل من 50 لو 50 150 الفيريتين اقل من 50 خليها 50 برضو عشان برضو يبقى سهل بالنسبه لك اللي هو اقل من 45 والبايندنج كاباسيتي تعلى كده تعلى اكتر من 250 ل 370 250 350 يعني انت امشي كده امسك الحديد 50 150 الفيريتين روح راجع لورا اقل من 50 والبايندنج كاباسيتي هتزيد عن ده 150 اهو لا خلي ده بقى 250 اهو 350 بلاش 70 فبقت الارقام سهله شويه والفيريتين هيبقى اقل من 50 اللي هي 45 كويس كده تمام حد عنده مشكله في حكايه ان الايرن يقل الفيريتين يقل لكن البايندنج كاباسيتي يزيد لا تمام سؤال بس ما سؤال معلش يا دكتور بالنسبه للايرن لا ما سمعتش ده ما سمعتش كويس
لينك كاباسيتي بتزيد. لا مش طبعا بس هي عايز الشبكه طب ممكن تكتب السؤال احسن يعني عشان اكتب السؤال احسن وانا هقراه. اكتب السؤال احسن وانا هقراه. طيب الصوت كده كويس؟ كده كويس. ده عايز تقول يا عز؟ ماشي. بقول لحضرتك انا كنت قرات حاجه كده ان الترانس ان التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي بتزيد علشان الترانسفيرين الليفر بيصنعه بزياده زياده عشان يشيل الايرن اكتر. ده صح ولا غلط؟ بالظبط. بلس حاجه تانية مهمه جدا ان يعني مش كل بقى التلت ده اوكيبايد. انت عندك ما هو الايرن هو اللي شاغل الجزء ده وانت بتقيس الجزء تمام اللي فاضي. تمام. ماشي كده. وانت بتقيس الجزء اللي فاضي فالجزء ده قل والتوتال ايرن بايند كاباسيتي تروح تزيد. فخلي بالك بس ان الايرن هيقل الفريتين المخزون هيقل وقدره الترانسفيرين ان هو يشيل بيزيد. اتفقنا على كده؟ بيزيد ليه؟ الايرن بيتصنع زياده على ناحيه او ان الكراسي بقت فيه فاضيه لان ما بقاش فيه حديد يشغله. كويس كده تمام. المهم قوي بقى جدا اللي جاي بقى ده اللي جاي ده شديد الخطوره جدا ان الفريتين ده اللي احنا بنعتمد عليه بشكل كبير is acute phase reactant. يعني ايه acute phase reactant؟ يعني الفريتين بيعلى زي ما هنشوف ان شاء الله المحاضره الجايه دي على طول في الانفلاماتوري ديس اوردر وهنشوف في كتاب الليفر والليفر ديزيزز. يعني لو حد عنده سيستميك لوبس، حد عندها روماتويد ارثرايتس، حد عنده تي بي، حد عنده سابورتيف لانج سندروم، حد عنده وات ايفر انفلاماتوري ديس اوردر، الفريتين يعلى. ليه بقى؟ لان بيقولوا النظريه اللي احنا هنشوفها المره الجايه ان الماكروفاجس بتحبس الايرن جواها. يعني الخلايا اللي المفروض تخزن الحديد بتحبس الحديد جواها في شكل فريتين عشان تحرم الانزيمز بتاعه الانفلاماتوري ديس اوردر دي او بتاعه البكتيريا دي انها تستخدم الحديد وتزود المشكله. فبالتالي الفريتين بيعلى لان الجسم حبسه جوه الستورز. اوكي كده تمام. طيب كويس خالص. فتعال نقول بقى ان حد عنده جي اي تي مالجنسي او وات ايفر وبيفقد وبقى عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، هنا الفريتين هيعلى مش هيقل. خلاص اصحى بس مهم جدا الكلام ده ان ممكن حد يبقى عنده ايرون ديفيشنسي انيميا والفريتين عالي. ارجوك يعني بص دي حاجه في الميديسن فظيعه جدا ورهيبه جدا. اوكي احنا بنعتمد على الفريتين على ان انت بترفلكت الستورز، الستورز قليله ولا الستورز كويسه. بس انتبه كويس جدا للناس اللي عندهم ايه، الناس اللي عندهم انيميا اوف كرونيك إلنس او الناس اللي عندهم انفلاماتوري ديس اوردر، دول ممكن يبقى عندهم ايرن ديفيشنسي والفريتين عالي. كويس كده تمام. اتفق الناس على رقم ايه؟ لو حد عنده انفلاماتوري ديس اوردر، يعني حد عنده ليفر ديزيز، حد عنده كرونز ديزيز، اي انفلاماتوري ديس اوردر ولقيت الفريتين بتاعه اقل من 100، لان انت هتشوف ان الفريتين في الحالات دي بيعدي الالافات. اوكي بيعدي الالاف. فلقيت الفريتين بتاعه اقل من 100، انت كنت من شويه بتقول الفريتين ده يقل لو كان اقل من 40، صح كده تمام. فنقول ان الفريتين ده قليل ودي ايرون ديفيشنسي انيميا. بس في اكسبشن، في حد هتاخد فريتين مثلا 90 وتقول ان الفريتين ده قليل. مين بقى؟ اللي عنده كرونيك إلنس، لان الفريتين نورمالي بيعلى ويوصل لمستوى الاف في العينين اللي عندهم كرونيك إلنس. هنا بقى حسيت انت الحكايه تتعك. يعني هو المفروض ان انت تديني رقم او بارامتر انا اخده واقول لا ده اقل منه يبقى قليل او ده اكتر منه نورمال. انت هنا بتديني تو سيتويشنز، هو في كرونيك إلنس او في انفلاميشن او مفيش. عشان بقى الدوشه دي كلها طلع تحليل جديد جدا. اوكي كده اهو اسمه سوليوبول ترانسفيرين ريسبتور. ده مهم خالص، ده بقاله في الدنيا كلها بقى يعني كام سنه قليلين. اسمه سوليوبول ترانسفيرين ريسبتور. ركز بقى معايا كده. الترانسفيرين ده، الترانسفيرين اللي شايل حديد وراح يوديه للخلايا. اوكي الخلايا عليها ريسبتورز. اوكي في حد بس عايز يسال سؤال؟ بس انتظر دقيقه على ما اشرح الحته ديت وهنجاوب. اوكي تمام. الترانسفيرين اهو كده رايح يودي الحديد للخلايا دي عليها ريسبتور بالظبط تستقبل الترانسفيرين. كويس كده تمام. كل ما كان في ايرون ديفيشنسي كل ما عدد الريسبتورز دي اهي كده على الخلايا زاد. كويس. وشويه منهم يقعوا في السيركيوليشن او يبقوا فري. راح الدكاتره فكروا في ايه بقى؟ ان انا اقيس الشويه اللي هيقعوا دول. اي اسمها سوليبل ترانسفيرين ريسبتور. هقيس الكام ريسبتور اللي وقعوا في السيركيوليشن دول واشوف مستواهم قد ايه. كويس كده. لو مستواهم عالي يبقى الخلايا اللي مستنيه الترانسفيرين جايب لها الحديد عملت اكسبريشن زياده، يبقى ده ستيت اوف ايرون ديفيشنسي بالرغم من ان الفريتين عالي. فهمت بقى ازاي؟ تمام. ده اسمه سوليبل ترانسفيرين ريسبتورز.
طب لو كان عددها اقل من النورمال يبقى ايزر حاجه من اتنين مش كده، ايزر ان العيان ده عنده ايرن اوفرلود او ان الخلايا دي فيها مشكله ريديوسد اريثروبويزيس. واصبح ده تحليل جديد جدا طبعا، هو مش موجود في مصر دلوقتي بس طبعا ايه جاست تبقى ايه عارفه، ويمكن قريب ينزل ونبقى ايه عارفنا الحكايه دي. نرجع بقى نكريستالايز. طب في حد كان عايز السؤال؟ مريم. معلش يا دكتور، هو ازاي الفيريتين بيعلى في الكرونيك إلنس واصلا الايرن قليل؟ يعني الفري ايرن قليل؟ لا بص كده، الفيريتين اصلا عالي من المبدا، الفيريتين عالي عشان فيه كرونيك إلنس والجسم عمال يحبس الحديد يحبس الحديد، ياخده من مين؟ خلي بالك انت مش معتمد على اللي داخل، انا معتمد على ان عندي جوه ستورز. فيبقى الايرن، تعال نتكلم في حاجه تانية، ايه النورمال؟ ايه النورمال؟ النورمال لو الايرن اللي فري قل، الفري ايرن قل، الستورز تريليز فيريتين. كويس تمام؟ تمام. عشان نستخدمه اوكي كده كويس. هنا اللي هيحصل ايه بقى؟ اللي هيحصل ان في كرونيك إلنس، فالستورز حبس الفيريتين والايرن قل. هو الاصل الفيريتين مش الاصل السيركوليتنج ايرن، اتفقنا؟ تمام. فالايرن الفري يقل والستورز ما تدلوش بقى فيريتين. اوكي، عشان كده اقول لك حاجه مهمه جدا يعني بيننا وبين بعض كده، تعمل لشخص عنده ايرن ديفيشنسي انيميا او واحده عندها ايرن ديفيشنسي انيميا ليه هتعمل ده كله؟ لانك ممكن تلاقي الاتي، ممكن تلاقي الهيموجلوبين وز النورمال، تخيل بقى، او قلل حاجه صغيره وتلاقي الايرن وز النورمال، لكن عارف مين القليل بقى؟ الفيريتين، لان انت الشخص استهلك الفيريتين في انه يعمل ايرن ويعمل هيموجلوبين. اوكي، عشان كده دلوقتي كلنا لما بنشك ان في حد عنده ايرون ديفيشنسي انيميا نعمل سي بي سي كومبليت بلوت كاونت اند فيريتين. عارف هتلاقي بقى المفاجاه انك هتلاقي هيموجلوبين 14 وهتلاقي حديد مستواه في الدم مثلا ايرون 70 لكن هتلاقي الفيريتين 5. اوكي كده تمام. لكن الارقام العاليه قوي دي بتيجي ازاي برضو يعني في الكرونيك إلنس؟ لان هو نورمالي أصلاً الفيريتين موجود بأرقام عالية. ماشي، ويعلى أكتر مع الكرونيك إلنس. تمام. أوكي تمام كويس، لأن الجسم معتمد مين على المخزون بتاع الحديد مش على اللي داخل وخارج. كويس تمام 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 تمام. فخلي بالكوا بس من دي، لو هتطلب لحد شاكك إن عنده ايرون ديفيشنسي أنيميا سي بي سي، اطلب معاه فيريتين. اوكي، ولما تيجي تطلب ما تطلبش ايرن لوحده، لان ممكن يبقى الايرن وزين نورمال بس الفيريتين هو اللي قل. خدت بالك ازاي؟ فخلي بالك من الحكايه دي، هتطلب ايرن اللي يطلع المفروض كلاسيك اللي نقول بقى ان الايرن قليل والفيريتين قليل والتوتال ايرن بايند كاباسيتي زادت. خدت بالك؟ بس عندك مشكله ان الفيريتين ممكن ما يبقاش قليل. واخد بالك ازاي؟ تمام. في العيان اللي عنده كرونيك إلنس تتحل ازاي بقى الفيريتين اللي مش قليل بقى ده؟ تتحل حل من اتنين، ايزر انك تخلي بالك من الرقم. اوكي، هو مش قليل ولا هو قليل لان هو المفروض يبقى اكتر من كده يعني ليه يبقى. أيوة. كانه ليه اندكس كتير. ايوه بص بقى كده، الايرن ديفيشنسي ستيت من غير كرونيك إلنس، من غير انفلاماتوري ديس اوردر، الفيريتين يبقى اقل من 40، اقل من 45. كويس تمام. عيان عنده كرونيك إلنس بقى هتلاقيه عنده ايرن ديفيشنسي والفيريتين بتاعه هو نفسه 90. ايوه بس هو قليل بالنسبه للاندكس، المفروض ان احنا نعمل له اندكس تاني يعني. ايوه شهاب برافو عليك، يعني المفروض العيان بتاع الكرونيك إلنس الفيريتين بتاعه 400 500 واعلى. اوكي كده، فانت تقول لا ده المفروض العيان ده كان الفيريتين بتاعه يطلع اعلى من كده، ده الفيريتين ده 90 دي ايرون ديفيشنسي. فهمت ازاي؟ او بقى تسيبك من الحكايه دي خالص وتدور على الجديد اللي اسمه ايه بقى؟ سوليبل ترانسفيرين ريسبتورز، سوليبل ترانسفيرين ريسبتورز، عدد الريسبتورز اللي وقعت من الخلايا جوه السيركوليشن. كويس كده تمام. ده زياده يبقى الخلايا عملت اكسبريشن زياده لسوليبل ترانسفيرين ريسبتورز. كويس كده، ويبقى ده ايرون ديفيشنسي ستيت وده دلوقتي ايه؟ الاضاق. كويس كده، خلصنا الحكايه ديت. تمام. سؤال بقى تاني تكتب عليه ام سي كيو. هو المايك بس فيه دوشه، ف لو ينفع تعمل له ميوت. عند شهاب. اوكي انا كده تمام، الناس سامعاني كويس؟ تمام. اكتب بقى هنا برضو ام سي كيو كده وعلم عليها علامه كبيره جدا. خلي بالك ان كل ده يعني هاي ييلد في الاكزام، ده فظيع جدا، ان الجولد ستاندرد فور ايرون ديفيشنسي انيميا انك تعمل بوم مارو.
احنا مش هنعمل كده اوكي، بس ده بيزك ميديسن اوكي تمام، انت مش هتعمل كده. لكن لو سالت سؤال ايه الجولد ستاندرد تيست عشان تشخص بي ار ديفيشنسي انيميا اوكي، اللي هو الموست سنسيتيف الموست سبيسيفيك، هو البون مارو. ولكن احنا مش هنعمل طبعا ايه بون مارو اكزام، مش هتلاقي حد بيعمل كده يعني. الفكره انك تعمل ايه، تستخدم بون مارو وهتسال كمان على الداي دي اسمها بروشيام بلو. بروشيام بلو دي هتوريك ايه يعني، دي هتوريك الارن ستورز اللي موجوده جوه البون مارو، موجوده جوه الميكروفاجز وجوه الاريثرويد بريكيرسرز اللي بتصنع يعني الايه اللاين بتاع الار بي سيز. كويس كده تمام. الجولد ستاندرد از بون مارو، لكن احنا مش هنعمل كده. ارجوك يا ريت خلي بالك من البيت فولز اللي فوق دي كلها، خلي بالك من مشكله الفيريتين، خلي بالك من التوتال ايرن بايند كاباسيتي بيعلى بيعلى، خلي بالك من الجديد اللي اسمه سوليبل ترانسفيرين ريسبتورز، وان الجولد ستاندرد از بون مارو. لحد دلوقتي احنا مشينا ازاي؟ مشينا كالاتي، ان انا عملت سي بي سي وبلاد فيلم فطلع مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وشكلها ممكن تطلع ايرن ديفيشنسي انيميا. رقم 2 قلت طب اثبت ازاي انها ايرن ديفيشنسي انيميا، رحت عامل سيرم اير، سيرم فيريتين، توتال ايرن بايند كاباسيتي اوكي. ولو انت في البلاد بقى يعني اللي هي عندها سوليبل ترانسفيرين ريسبتور، او لو انت ملخبط هي الانيميا العيان اللي عند العيان دي ايرن ديفيشنسي ولا انيميا اوف كرونيك انس، تعمل السوليبل ترانسفيرين. سيبك من ده، يبقى تعمل ايرن وفيريتين وتوتال ايرن بايند كاباسيتي والجولد ستاندرد بوم مار، بس هنعمل ده. طيب طلعت ايرن ديفيشنسي انيميا بقى، الخطوه اللي جايه ايه بقى؟ يعني ايه الموست خلاص امبورتنت او اكوريت نيكست ستيب؟ هل يا ترى العلاج ولا في خطوه كمان جايه؟ حد يقول لنا كده. عمار الكوز اوعى تنسى، اوعى تنسى خلاص كده، دور دور على سبب للوس اوكي، اوعى تنسى. تقعد تعمل ايه بقى؟ دور على سبب للوس من الجهاز الهضمي اذا ما كانش فيه سبب واضح جينيتورينري في فيميل. كويس كده. طيب تعال نقول بسرعه لحد ما ناخد الجهاز الهضمي، يعني الجي اي تي ديزيزس، يعني انت هتدور ازاي من الجهاز الهضمي؟ ممكن تدور على سبب نزيف من المعده، من سمول انتستين، او من الكولون. طيب كويس قوي. بالنسبه للمعده والمريء دي سهله، ليه؟ منظار اوبر جي اي تي اندوسكوبي، ادي واحد. كويس كده. لو بتدور من الكولون كولونوسكوبي، مش كده تمام، او تعمل في الاول اللي هو اسمه اوكلت بلاد انستول، اللي هو تيست مش حلو قوي، اللي هو اسمه الدم الخفيف في البراز، ده تيست مش حلو قوي ومش بنفضله يعني. لكن تعال نرجع بس للبيز اللي انا عايزه. لو انت بتدور من المعده خلاص، او من المريء، او من الديودينم، هتعمل ابر جي اي. لو انت بتدور من الكولون كولونيك كوز، هتعمل كولونوسكوبي. طب لو الكوز من السمول انتستين، ده مشكله كبيره خالص بقى، لان انت مش هتعرف توصل للسمول انتستين بالمناظير العاديه، لان انت الابر جي اي اندوسكوبي ده اخره يوصل ديودينم، مش كده تمام. الكولونوسكوب، الكولونوسكوب يوم ما يوصل نخش في التيرمينال اليوم شويه. لكن المشكله في مين بقى؟ في السمول انتستين. في كذا موداليتي نحاول نصور بيها السمول انتستين، منهم موداليتي حلوه جدا مهمه خالص انك تعرفها، اسمها كبسول انتروسكوبي. كبسول انتروسكوبي ده بيجيب كده كبسول، والكبسول دي بيبلعها للعيان اوكي، والكبسول دي وهي جوه في الانتستين تبدا تطلع لايت وتاخد صور، وتبعت الصور دي للكمبيوتر يونت اوكي كده. الكمبيوتر يونت ده يبدا يعمل ايه؟ يبدا يخزن الصور دي كلها ويروح ممشيها للدكتور كانه فيديو وهي ماشيه في السمول انتستين، تصور السمول انتستين دي كلها. فنبدا نشوف اه الحته دي فيها مثلا انجيو ديسبليزيا او سو اون، وندور ايه على الكوز. طبعا في مشاكل للحكايه دي، مشاكل كبيره، منها العيان ده لو عنده حته ستنوتيك مش كده، يعني حته فيها نارو دي الكبسوله هتقف فيها ستراكشر الكبسوله، ويبقى العيان دخل في انتستينال اوبستراكشر. اخدت بالك ازاي؟ لكن لحد ما ناخد الجي اي تي هنفهم الحكايه دي كلها. بقى عندي كونسبت دلوقتي مهم جدا، عايز تبص على الابر جي اي تي هتبص بابر جي اندوسكوبي، كولون وريكتوسيجمويد كولونوسكوبي، سمول انتستين مشكله كبيره خلاص كده. احد الطرق اللي بتبص بيها على السمول انتستين اسمها كبسول، واحد مش كل الطرق، واحد منهم اسمها كبسول انتروسكوبي، صح كده. لو السي بي سي بتاعك كان فيه ايزينوفيل، ولو كان العينه عندها باروتيدز مش كده، وعندها فيتشرز اوف هايبو البومينيميا، تحب تعمل ايه كمان؟ ستول، ستول علشان ستول اناليسز عشان طبعا هنخلص الايرن ديفيشنسي انيميا وهناخد بريك طبعا عشان الصلاه اكيد فور شور اوكي. ستول اناليسز عشان خاطر الايه بقى؟ البارازايت الانكلوستوماديودينال. كويس تمام تمام، خليك معايا بس كده، احنا خلاص بنخلص اهو اوكي. ثانيه واحده، يبدو ان في حاجه علقت، خلاص بلاش ده. كانت حاجه وحشه الصراحه ان حضرتك تعمل سبسكرايب عشان نتكلم من غير ليميت كده.
لا هو بس الصفحة مش عايزة تقلب، بس مش مشكلة خليك معايا ثانية اهي. يلا بينا. خلاص جت. لا لا جت اهي انا جبتها. طب احنا ايه ده عايزين نمسح بقى كل الكلام ده. طب ثانية واحدة. اوكي. مش كنا خدنا بليمت عادي وبتاع فصل واحنا استريحنا. لا. طيب اوكي. تعال نشيل دي كده ننزلها تحت. اوكي. وبعدين حد يقرا لنا كده. او انا هقرا انا. MCQ بيقول لك حد 60 سنة man complaining of easy fatigability اللي بالك palpitations for the past 6 months physical examinations. يعني واحدة نشوف كده لو في pointer هنا أو حاجة أو spotlight. أوكي يلا بينا. لا ليه ليه ارجع تاني. أوكي ايه اوكي في مشكله بس ماشي. اوكي يلا حضرتك لغيت الشير سكرين هعملها لك دلوقتي حالا. هو اوكي كده كويس تمام. لا مفيش لسه شير. لا لا مفيش شير سكرين والله. لا ده انا حقيقي شايفين انا. لا طب ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده. ايوه عظمه يا دكتور. لا لا ثانيه. اوكي اوكي جاست ثانية. اوكي تمام معايا كده تماما. تمام اوكي. تمام كده تمام. هاخد ده كده يلا. 60 سنة بيشتكي من easy fatigability and palpitations for the past 6 months. Physical exam is remarkable for pallor of the skin and the mucous membrane. مفيش evidence على cardiac or respiratory disease. الهيماتولوجيكال status كان الهيموجلوبين ركز بقى 8.4 مين كورباسكولار فوليوم 75 فلتوليتر. كان الليكوستاتيك كاونت نورمال والبليتلتس نورمال. لما عمل الكيمستري لقى الفيريتين 25 مش كده؟ ايه رأيك في حكاية الفيريتين 25 ده؟ قليل 45 45 البيلروبين كان نورمال. وخلي بالك دايما لما بيتكلم على ايرون ديفيشنسي ستيت دايما بيتكلم على فيريتين. خلي بالك من الحكايه دي وخلي بالك من اللخبطه مع الانفلاماتوري ديس اوردر. لما عمل بقى بلاد فيلم كان الار بي سيز الصغيره ويز ماركت فاريابيليتي ان سايز. ايه الفاريابيليتي ان سايز بقى دي تفتكر؟ بص كده ويتش اوف ذا فولوينج از ذا موست ابروبريت نيكست ستيب ان مانجمنت. اللي جاي ايه بقى دي هتعمل بوم مارو بايوبسي دي. دي اللي هو تيست فور اوكلت بلاد ان انستول على طول مش كده. دايما ندور على سورس اوف سورس اوف بليدنج. تمام يلا نشوف اللي بعدها. اوكي اوكي يلا 65 نودي دي كده في اي حته ماشي اهي. 65 years old woman admitted to the hospital because of easily fatigued over the past several months. She claimed that the tool has been healthy for her entire life. Current problem بدأت من حوالي 3 شهور. When she began to بدأت تلاحظ ان في نقص الابيتايت في فاتيج مش كده which was progressive. هي denies bleeding from any orifices مش بتنزف من اي حد. وخلي بالك ان 69 دي كبيرة شوية يعني. الفيزيكال اكزام كان فيه بالور. التونج كان glazed. النيلز ار فلات. انت بدات تفهم هو ليه بيحط لك الكلام ده في وسط الكيز. كل كلمه ليها معنى يعني كل كلمه ليها. هو بيشاور لك ايرون ديفيشنسي مش كده. الهيموجلوبين كان 6 الهيموجلوبين 6 وده قليل قوي. الهيماتوكريت كان 18 اوكي ده برده. هو الهيماتوكريت ده كان كام نورمال؟ 45. لا ده كده زي الفل خلاص كده. المين كورباسكولار فوليوم كان 69 مايكروسيتيك. ده ايه بقى ده؟ مايكروسيتيك. مايكروسيتيك دي صغيره. وايت بلاد سيل وبلاتليت يعني ما فيش مشاكل كبيره. ايه الموست بروبابل دايجنوزس؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك. ايوه دي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. بس ما تنساش ان هو مدي لك فيتشرز اوف ايرون ديفيشنسي. يعني مش كده مش الجليز تانج والفلات نيلز. نكتب الاثنين مع بعض بقى. يعني ده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا موستلي ايرون ديفيشنسي. حلو قوي ما تنساش. وخلي بالك ان كلو كلمتين بس جليزد تانج فلات نيلز وفلات نيلز كويس كده تمام كويس خالص. شوف السؤال اللي جاي بقى ده
what would be your first diagnostic steps? الفيرست دياجنوستيك ستيب خلي بالك اكتب زي بقى ما انا كاتب لك في الانفستيجيشنز يعني ايه زي ما انت قلت كده واحد ايرن بروفايل اللي هو ايه بقى سيرم ايرن فيريتين توتال ايرن باين توتال ايرن باين كاباسيتي صح كده تمام المجموعه دي كلها طيب افرض افرض بقى ان ده ايرن قليل وفيريتين قليل والتوتال ايرن باين كاباسيتي زياده اوكي كده اللي جاي ايه بقى اللي انت يا رب ما تنساهوش اعمل ايتيولوجي اللي هو التاكوز بقى دور على الكوز ما تنساش اوكلت بلاد اون ستول مناظير على حسب بقى ما يكون اكتب الانفستيجيشنز اللي انا كاتبها لك في سؤال تاني تحت كده مهم خالص بيقول لك ايه الميجر مورفولوجيكال كلاسيفيكيشنز اوف انيميا بيسد على الار بي سيز فوليوم ايه رايك في كده المايكرو انا يعني مايكروسيتيك هايبوكروميك ايوه بالظبط كده اللي هي مايكروسيتيك مايكروسيتيك هايبوكروميك نورموسيتيك مش كده اند ماكروسيتك التقسيمه اللي في اول الكتاب وقلت لك هي دي الاهم واحفظها ده سؤال بيجي كتير في مين بقى في الكيزز التريتمنت في 5 دقائق عشان ان شاء الله ناخد بريك بعدها واحد ما تنساش تعالج الكوز اصحى بقى هنا عشان في كلام مهم جدا جدا خالص واحد نعالج الكوز كويس كده اتنين صلح الايرن هتصلح الايرن ازاي بص بقى كده عشان هتقابل المشكله دي كتير وانت شغال يعني او لازم تبقى صاحي الحكايه دي كتير جدا من الناس هتيجي تقول لك ايه يا دكتور ما تديها حقن حديد عشان اسرع كويس كده في الميديسن في الميديسن البارنترال الايرن اللي هو الايرن الحديد الحقن سواء كانت الانترا ماسكولار او الاي في جاست افتر فيلير اوف ذا كوركشن باي ذا اورال روت خلاص ما بقيناش خلاص ندي حديد حقن ايزر وريد او عضل طبعا كميه اعراض جانبيه رهيبه ده ممكن يعمل انافلاكسس خلاص كده ابسط الحاجات انت لو سالت حد خد حقن حديد هتلاقي يعني حاجه مش لطيفه خالص يعني بيسود مكان الحقنه في الجلد اوكي وكان في كده يعني كلام طلع زمان على علاقه ما بين الماليجنسي وما بين البرنتلر ايرن فبالتالي خلاص دلوقتي في الطب بقى الكوركشن اورال خلاص كده يعني الكوركشن اورال تمام مفيش حقن الا لو كان العيان مش عارف يتوريت الاورال او العيان عنده مال ابسوربشن اتفقنا تمام يا ريت تخلي بالك الكوركشن اورال بلاش حقن على الفاضي اوكي تمام ماشي يا دكتور دكاتره الجلديه كلهم بيكتبوها برنترال انا يا خالد بقول لك اللي بيحصل في مصر وبعدين بقول لك الصح اوكي كده انت يا خالد هتطلع ان شاء الله تكتبها حقن انا عارف بس عادي يعني عشان هم البنات بيطلبوها كده عشان هم يعني عندهم قناعات يعني لا بقى بص الصح مش كده انا هقول لك حاجه والله حصلت. والله يا دكتور قرايبنا صيادله ويقول لك لا برنتلر يا عم وانجز وكلام صيادله يعني المفروض ان هم دارسين الكلام ده عايز اقول لك حاجه الجايد لاينز بتقول ان مفيش النيد تو رابيد كوركشن مش بجاستيفاي البرنتلر كلمه واضحه جدا كبيره جدا في الجايد لاينز اوكي كده هقول لكم حاجه كان ليا واحد صاحبي وكانت زوجته يعني حامل وقرروا يدوها دكاتره النساء بالذات اكتر ناس بتحب تدي الحديد للحقن دي اوكي وهو كان دكتور كمان اي سي يو يعني فقرر ان هو يديها الحقن البارنترال دي في البيت فجاب لها المحلول وحط الحديد عليه وبتاع عايز اقول لك حصل لها انافلاكسس اتلحقت طبعا واخد بالك اتلحقت عشان زوجها طبيب وكان في مستشفى جنب البيت وبتاع بس الحكايه ما تستخفش بيها خالص الكوركشن اورال طب اقول لك حاجه على قد اجابتك في الامتحان ماشي يعني خلينا نتفق على كده ان الكوركشن اورال وان البارنترال الحقن الوريد او الحقن العضل ده بس لو فشلت في التصليح بالاورال روت العيان مش بيتريت الاورال او عنده مال ابسوربشن اتفقنا في كذا فورم عندنا فيرس سلفيت فيرس جلوكونيت فيرس فيوماريت اعرف لك اي اسم منهم مش مشكله يعني مش ده الكلام والرول انك هتدي القرص بيبقى 300 ملي جرام 3 مرات خلي بالك بقى عشان انت هتلاقي حكايه ايه ان التركيزات في السوق 30 ملي جرام 20 ملي جرام في حاجه اسمها بايو ايكويفالنس يعني ده ايكويفالنت الكام فسيبك من الجرعه المكتوبه دي انا بس القاعده عندي ايه عندك ثلاث اشكال سلفيت فيرس جلوكونيت فيرس فيوماريت على حسب بقى الشركه مصنعه ازاي وده ايكويفالنت لكام ملي جرام اللي مكتوب على حسب ما بنحسب دي حاجه نتعلمها على قد سنه سته بس والكتابه دلوقتي فيرس سلفيت فيوماريت جلوكونيت 300 ملي جرام ثلاث مرات عايزك بس يعني تعرفه مهم جدا 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 لفتره قد ايه اوكي كده تمام يعني واحده جات لك اهي وعندها هيفي منسز كويس فروحنا للدكتور النساء وصلحنا حكايه الهيفي منسز ديت وبتاع
وهندي بقى حديد عشان خاطر الحديد اللي احنا بنديه ده مش كل ما ندي حديد يروح واقع بقى في مع المينسز وبتاع. فصلحنا الهيفي مينسز، كانت حاطه بقى لوب، كان عندها فايبرويد واتيفر، وصلحنا الحكايه دي. وهتدي حديد عشان صلح الايرن ديفيشنس انرجي. السؤال بس كده، الحديد ده هتديه لفتره قد ايه؟ كويس كده تمام. اشهر حاجه بتتعمل في مصر ان الناس بتاخد علبه او علبتين وتسكت من الحديد. الكوريكشن من 3 لـ 6 شهور. من 3 لـ 6 شهور. very important، الكلام ده مهم جدا ليك كدكتور. خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا، الناس هتيجي تقول لك ايه، انا دكتور بقالي كتير جدا ايرون ديفيشنسي انيميا وباخد الحديد وبترجع تاني. عندك بقى هنا احتمال من اتنين. الاحتمال الاول ان الكوز موجود، لسه مازال الكوز موجود بتاع الايرون لوس. كويس كده. الاحتمال الثاني انها تكون خدت شورت ديوريشن. اوكي، وخلي بالك من خدعه كمان، لو انت بتصلح كويس الحديد اللي انت بتديه ده بيصلح واحد في الاسبوع. يعني لو واحده هيموجلوبينها مثلا 10 كده، 3 اسابيع بقى هيموجلوبينها 13. بس خلي بالك بقى ان الستورز الفيريتين لسه قليل، والفيريتين ده بيرجع يتملي تاني. احنا كنا عمالين نتكلم ان الفيريتين هو الاساس، الفيريتين هو الرقم الاكبر، الستورز هي المهمه. الفيريتين ده بيتصلح من 3 لـ 6 شهور، فانت بتدي يا 3 يا 4 يا 6 شهور. خلي بالك بقى من المعلومه دي مهمه جدا. يبقى انت هتدي اورال في الاساس حديد، هتدي فيرس سلفيت او فيومريت او جلوكونيت اللي موجود واللي انت خبرتك فيه اعلى ان ده بيصلح معاك احسن، وهتديه لمده 3 إلى 6 شهور. ممكن تحسن الامتصاص شويه بانك تدي معاه عصير ليمون، عصير برتقال، تدي معاه فيتامين سي. بس الكلمه الاهم، ابعد اقراص الحديد عن الاكل. اوكي كده. سبيشالي العيش، الرز، مكرونه، الخضروات، عشان دي بتقلل الامتصاص. ناس كتير خالص ياخد الحديد بعد وجبه الغداء، وتلاقي بعد اسبوع بعد اسبوعين الهيموجلوبين ما اتحركش من مكانه، ملي، واخد بالك؟ اوكي، ما تلزقوش في الاكل على طول. فالحديد بيتاخد لمده 3 شهور، الحديد بيتاخد بعد الاكل بساعتين. لو هتدي معاه حاجه تدي معاه فيتامين سي. ايوه، بس هو يعني الاريتيشن ده هنتجنبه ازاي وهو اصلا نوزيتنج كمان جدا يعني؟ لا مش بس كده، النيو فورمز اللي موجوده في السوق دلوقتي ما بتعملش اريتيشن قوي. رقم 2، ما بتعملش كونستيبيشن قوي. من اشهر المشاكل اللي بتحصل مع الحديد، الناس بتقول ان بيحصل لها امساك قوي جدا مع الحديد. اوكي، الفورمز الجديده اللي موجوده في السوق دلوقتي بقى لها 2 سنين واكتر، ما فيش فيها جي اي تي اريتيشن وما فيش معاها كونستيبيشن. اللي هيحصل معاها جي اي تي اريتيشن ممكن ياخد بروتون بامب انهيبيتور، هيقلل الاسيديتي شويه بس هيقلل الاريتيشن. اوكي، بس خلي بالك عشان دي مشكله. لو مش هيتولريت خالص بقى الحديد، نصلح بقى برينترول. ده لو مش هيتولريت الحديد. لكن يعني انت كدكتور لازم تبقى عارف ان انت ممكن تدي لحد الحديد وتلاقي نفسه مش بيتصلح. ده مش بيتصلح ليه؟ لانه عمال يلزقه في الاكل، لانه بياخد يوم ويوم لا، لانه عامل له اريتيشن. ساعتها ده انديكيشن بقى انك تدي برينترول اير. اوكي، لكن اوكي، عايز سؤال. استناني، عايز سؤال. ماشي ثواني بس كده. طيب انا دلوقتي هكتب لحد روشتا، فاروح كاتب له بقى الثيراجران او الفيروجلوبين او واتيفر من الفورمات دي، وهقول ان ده بيتاخد بعد الغداء بساعتين، وهاكد على الشخص ده انه يمشي 3 لـ 6 شهور. كويس، ابعد عن الاكل ويمشي 3 لـ 6 شهور. السؤال بقى هنا، هل اسيب العيان ده ياخد 3 لـ 6 شهور ويجي لي بعد 3 شهور ونعمل سي بي سي تاني، ولا هتابعه ازاي؟ لا، في متابعه مهمه جدا. 1، اول حاجه تبدا تعلى بعد اسبوع ريتيكولوسايتس، الريتيكولوسيتك كاونت يبدا يزيد بشكل واضح بعد اسبوع. رقم 2، عيد تحليل الهيموجلوبين بعد اسبوعين لـ 3. لو علاجك ناجح هيزود الهيموجلوبين 1 في الاسبوع. طب افرض ما زادش، يعني افرض حد بقى يقول لي كده، يعني افرض انا بدي علاج كويس قوي وقايل للعيان ده التعليمات كويسه خالص ومش بيزيد، ازود الجرعه بتاعت الايرن يبقى وارد. ايوه، وارد ان في مال ابسوربشن عنده مشكله في الامتصاص، او ان الكوز مازال موجود وانت ما عرفتش تصلحه. اوكي تمام. ما ينفعش اسيب العيان بقى 4 لـ 6 شهور وبعدين ارجع اقول ده ما بيتصلحش. اوكي كده تمام. لا، على طول بعد اسبوع ريتيكولوسيتك كاونت يزيد، كل اسبوع الهيموجلوبين المفروض يرفع 1 كده، انا اطمنت. اقول له طب كمل بقى لمده 4 إلى 6 شهور. ده العلاج، عالج الكوز، ادى ايرون سبلمنتيشن في الاساس اورال. لو العيان مش هيتوليريت او العيان عنده مال ابسوربشن، يبقى ندي بارنترال بقى ايرون سكروز او ايرون ديكسترين، اعرف لك حد منهم واحد اي في او انترا ماسكولر. وخلي بالك تحت اشراف الدكتور، انا ما بديش حديد ابدا بارنترال غير في المستشفى.
اوكي خلي بالك تدي اورال بعد الاكل بساعتين، ممكن تدي معاه عصير ليمون، ممكن تدي معاه عصير برتقال، تدي فيتامين سي حتى ايفن اورال. اطمن بعد اسبوع الاثنين ان العلاج ماشي كويس وخليه يمشي عليه من 3 ل 6 شهور. اوفر اول بقى عندي قاعده ممكن تنقل دم، تنقل دم من مين؟ زي ما قلنا المره اللي فاتت الناس اللي هيموجلوبينها اقل من 7 اوفر اول تنقل دم، الا لو كان العيان كاردياك هارت فيلير او اسكيميك هارت ديزيز تنقل لو الهيموجلوبين اقل من كام؟ 10 كنا قلناها المره اللي فاتت. كويس كده، ده العيان اللي ياخد بلاد ترانسفيوجن. اوكي كده تمام، تعالى نقرا الكيس دي وبعدين نشوف بقى الناس اللي عايزه تسال وناخد بريك ونبقى نرجع تاني. 26 years old female ميل. اه عايز، طب قولي عايز ايه؟ معلش يا دكتور، بالنسبه للحديد اللي بناخده في مشكله ناخده مع القهوه ولا القهوه فيها يعني مع الشاي ماشي مع أيوه. القهوه بقى ايوه اوكي لا مع القهوه مفيش مشكله كبيره. اوكي مع القهوه مفيش مشكله كبيره. اوكي ماشي عايز ايه كمان؟ مع الينسون بقى يعني نكمل بقيه المشاريب السخنه؟ لا 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 خلاص لا خلاص خلاص تنمر يا اخوانا، تنمر وحش. انا خالد يا عز، انا انت عارف ان انا عادي، انا خالد عادي. لا 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 تنمر يا خالد، تنمر يا خالد يا حبيبي. بس انت مش حاطط صورتك، حط صورتك بقى، حط صورتك يا خالد اه عشان اشوفك. المهم نرجع بس للمتنمر بس، لا نرجع بس نرجع لل حط صورتك يا خالد. لا خلاص ميوت بقى كله، يلا نرجع بس. 26 سنه ميل، كان انيشيالي ادميتد تو ذا هوسبيتال كومبلينج اوف فورسنج فاتيج، فيزيكال اكزام كان ان ريماركابل ابارت فروم ساينز اوف انيميا، عمل اوكلت بلاد ان ستول طلع بوزيتيف. ده من خلي بالك ان هو ميل 26 واحده، عمل اوكلت بلاد ان ستول طلع بوزيتيف، عمل ستول مايكروسكوبي طلع نيجاتيف. خلي بالك عمل ستول اناليسيس طلع نيجاتيف فور بارازايت اند اور، ستول كلشر كانت برضو نيجاتيف. في حد استنى بس ميوت يا جماعه دوسا، ميوت كلنا بس ثواني عشان احنا بنخلص خلاص الجزء ده. عمل السي بي سي بقى كان الهيماتوكريت 15 قليل جدا، خلي بالك الهيموجلوبين 4.8 قليل جدا جدا، ام سي في 62. طبعا انا مبسوط ان انت دلوقتي بتقرا الحاجات دي وانت عارف النورمال فاليوز وعارف معناها ايه يعني، بس كان في ايزينوفيليا، مش انتوا عارفين معنى الكلام ده ولا ايه؟ احنا خدناها في البارة. طيب خدناها في البارة مع دكتور كمان. ايزينوفيلز 10% الوات بلاسيف كاونت كويس وبتاع. عمل ابدومينال التراسونوجرافي كان والكولونوسكوبي كان نورمال. لما عمل ابر جي اي اندوسكوبي خلاص لقى فيه مالتيبل ميكوزال ايروجنز ويز سلو اوزنج، خلي بالك بس كده عشان في كلمه دي بلاد اند سيفرال سمول سلندر ريدش وورمز. انكلستوم دي الانكلستوم، خلي بالك بقى هو بس هنا عايز يشاور على حاجه صغيره. برافو عليكم. لان هو فوق قال ان الستول كان نيجاتيف، الستول كان نيجاتيف ماشي، انه ما فيش اوفر كده جد يعني ولا بيحصل. بعض الناس بتقول ان الانكلوستوما ممكن تعمل ستول اناليسيز مره في الثانيه وما تلاقيش الاوفر، فخلي بالك من الايزينوفيليا، خلي بالك من الايزينوفيليا. خلاص التريتمنت هناخد في التروبيكال بقى التريتمنت ايه ان شاء الله هناخد بقى. هو مش المفروض ينقل للترانسفيوجن؟ ايوه طبعا، لكن التريتمنت بتاع الانكلوستوما ده تريتمنت اوف ايرن ديفيشنسي كامل. انكلوستوما دي بروزيكونت يعني. هو احنا هنكتب التريتمنت بتاع الانكلوستوم بعد كده التريتمنت بتاع الايرن. رقم واحد بص كده معاك، بص كده معايا واحد تريتمنت اوف ذا كوز فوق خالص اللي هي دي. كده نكمل بقى التريتمنت. ايه الكوز بقى دي؟ هناخد الفيتروبيكال، لكن الباقي ده هيتكتب كامل كده. تمام ماشي تمام ماشي تمام. طيب هناخد بقى بريك. الساعه دلوقتي كام؟ تعالى نشوف كده. الساعه 7 4 دقايق 7 4 دقايق. طيب خلينا نقول ان احنا هناخد بريك كده ربع ساعه. كويس تمام ربع ساعه يا دكتور. ونص ونص لا لا نتغدى. هو يا دكتور بما ان احنا قاعدين مع بعض يعني لحد بعد صلاه العشاء، صلي العشاء بقى. لا ما نكمل الساعه 9 عادي يعني، واحنا هنروح فين من بعض يعني يا ابني؟ في ناس عندها كورس الساعه 8 مع دكتور البطري. ده مش هينفع يعني عشان ما يفوتهمش كتير، فاحنا يعني خلينا نقول ربع ساعه ونرجع. اوكي تمام ايوه نرجع اوتيل. طب يا دكتور واحنا هنكمل كتير؟ هنكمل انا عايز ناخد شويه كويسين، احنا لحد دلوقتي ماشيين كويس او ارن افشنسي خالص. اوكي طيب ماشي يعني في